الكاونت داون مستمر اكيد بعد في مع اليوم نهارين يعني نحن اليوم او نهارين مع اليوم اليوم وبكره توني بدي ارحب فيك مره جديده هو توني عبدو مدير مبيعات عنده خاطر الاوفر عم نحكي عنه اكيد عم بيتابعوا المشاهدين طوال هالاسبوع بالمازدا ويك بين wheelers.me ومازدا وبرجع مذكر فيه wheelers.me الويب سايت اللي صار نمبر 1 بعالم سيارات بلبنان حب يكرم مازدا اللي هي اول شركه حبت تكون باوتوفوكس من حوالي 3 سنوات وبهالمناسبه $1000 فاوتشر جيفت لكل شخص حابب يشتري المازدا سي اكس 5 سي اكس 9 او مازدا 6 عنده $1000 فاوتشر من wheelers.me لاسبوع واحد فقط وبعد في يومين فقط كيف نقدر نربح هيدا الأوفر؟ أول شيء جورج كتير محمس أنت للأوفر أنت ملاحظ يعني فت دغري كاونت داون إنه ويلرز أكيد لأنه كمان إلا إلا دخل لا قدر إحنا عايشين عارف كيف قد ما عم بيصير فيه يعني عم بيجي من الشوروم عم تشوف قديش في ضغط عنا عايشين صرنا بدي أذكر بالأوفر نحن على الكاونت داون صرنا بعد في يومين لازم يفوت يزوروا الويب سايت تبع الويلرز دوت مي بس يشوفوا الأوفر تبعنا اللي هو سي اكس 5 ومازدا 6 وسي اكس 9 بيعمل برينت لحيالا سبيكس شيت يعني بيعمل برينت للبيج او بيعمل سكرين شوت للسمارت فون اذا عم بفوت عبر السمارت فون وبيجيب لنا هذا البروف على الشوروم انه انا فتت وعندي بعد هاليومين قبل ما يخلص الكاونت داون لانه مجرد ما صار زيرو يعني خلص خلصنا يعني خلص يعني رح يكون بعد في عندنا هاليومين وبيخلص الاوفر يستفيدوا منه يعني نحن محمسين اكثر من الزبونات بدنا عم ننقل لهم حماس يعني طريقه كثير سهله هي انه ينعمل برنت سكرين أكيد. للبيج الاوفيشال بيج تبع wheelers.me بكون مبين الكاونت داون اكيد فيها او البرنت على اذا كنا على على البي سي فقط مزبوط. واكيد تقدم هيدي الورقه مع المستندات الباقيه يعني ما في كثير مستندات بعرف بتريحوا كثير الزبائن بهالخصوص هيدا يعني رح نذكرهم كيف نحن بنتعاطى بالاوفرات نحن عندنا 0.9 انترست اللي هو صار معروف كثير وورنتي 5 سنين كيلومتراج مفتوح بيعبي الطلب الزبون اذا بدك يدفع 40% دفع اولى مثل ما كنا نقول و50% ما بنعود نطلب وراء في عندنا اف بالون اللي هو $1000 على فتره الخمس سنين 1000 1000 1000 على كل سنه كانه عم يدفع من زياده عن دفعه الاولى 5000 زياده بينزل سنده بيرتاح اكيد وبيرتاح اكثر لدفعاته اكيد هودا اللي عندهم بونص بالسنه مثلا بيكونوا سنويا عندهم بونص 13 شهر بيكونوا بيقبضوا بديسمبر بيجيهم شهر ممكن. اضافه ممكن توني كمان مازدا 6 يعني دائما بنحكي عنها باوتو فوكس وخاصه مع الريلوكينج تبعها والموديل الجديد اللي كمان بتصور كان اطلاقه من اوتو فوكس بوقت سابق يعني صار لكم 3 سنوات معنا واطلقتوا كذا طراز وكان اخر طراز شفناه المازدا 3 المازدا 6 كمان مع الكودو ديزاين اللي كمان صار هو طابع وصلنا نعرف المازدا مباشره من مسافه طويله بنعرف انه هي سياره مازدا من وراء الديزاين اللي صار موجود على معظم السيارات خلص هيدي سيجناتشر نحن بنقول انه هيدي هي بس تشوفها للفيس تبع المازدا صرت تعرف هيدي من السري صغيره لاكبر سري عندنا صرت تعرف انه هيدي مازدا والمازدا اللي هي الفخامه اللي عندها اللي عم تلفت النظر على الطريق يعني عم تكون مميزه اكثر من غيرها على الطريق لانه فيها لوكس كثير كواليتي ما فينا نحكي عنها يعني نحن بس والحلو دائما انه سيارات مازدا مناسبين يعني مناسبين للشباب مناسبين لتكون سياره عائليه سياره للبزنس مان خاصه السكس فيها كل هالمواصفات هيدي ان كان بحجمها ان كان باللوكس الموجود فيها وبالاوبشنز قوه المحرك في عنا محركين بالمازدا 6 4 سلندر 2.0 4 سلندر 2.5 نعم. اللي نحن بنحب نوصله انه هيدي السياره بتوفر بالبنزين مش لا بتوفر بالبنزين بطريقه كثير كبيره يعني السيارات اللي مثلها بيعملوا 160 هي بتعمل فوق ال 220 لانها سكاي اكتيف سياره لوكس خارج بزنس خارج شاب مثل ما عم تقول جورج وبنفس الوقت نحن بنسميها افوردبل لكجري يعني سياره لوكس وباسعار كثير مضاربه نعم. بالسوق ويابانيه وال $1000 كمان هلا البونص اللي رح تطلع لاي شخص بده ياخذ المازدا 6 بهالاسبوع فقط نعم. وبمناسبه اكيد اطلاق الصفحه الجديده او الرينوفيشن لويب سايت wheelers.me عم بتكون هالجيفت هالفوتشر كارد جيفت هديه مميزه لكل شخص بده يشتري هالسياره او سي اكس 5 او سي اكس 9 انا بدي اشكر wheelers.me للاوفر اللي اعطتنا اياه لفتره هذه الجمعه وبدي ادعي كل اللي عم يحضرونا من زبونات المازدا او غير زبونات المازدا انه يفوتوا على wheelers.me وياخذوا هذا الاوفر اللي صرنا بعد في عنا يومين لحتى يخلص وبنفس الوقت بدي اقول لهم مبروك سلف ومبروك للي اشتروا وبنشكرهم على ثقتهم فينا وبالاوفرات اللي عم نعملها اكيد توني هلا بدنا نشوف فيديو اكيد في اشخاص اشتروا المازدا عطوا رايهم فيها وهيك بنشوف نظره اكثر عن السيرفيس سنتر بعرف عندكم سيرفيس سنتر ممتاز جدا بنهر الموت الفرع الاساسي لكم بنشوف سوا هالفيديو اكيد بنلتقى معكم بحلقه قادمه
انا زبون مازدا من 93، عندنا اكثر من 60 مازدا مبدئيا هلا بالبيت، وحجزت موسى كمان حجزت CX-9 ال 2014. انا بدي اقول للي بعد ما انا مازدا يجي يجرب المازدا اليوم يشوف مالا عربيه، عن جد اسعار مضاربه كثير بالنسبه للقطع ومتوفره. خدمه اي ان بي سريعه ومميزه، خاصه بالبادي شوب. بحط سيارتي باخذ موعد بيسلموا لي اياها بعد كم يوم، في عندهم معدات متطوره مثل بلوتوث ماشين اللي بتعمل بيرفكت الاينمنت للسياره. اللي كثير مهم كمان انه فينا اخذ ريبليسمنت كار بهذا الوقت، بيتعاملوا مع كل الانشورنس كومبانيز. دائما بحس انه السيرفيس على اي ان بي لونج تيرم، من اصغر موظف لاكبر موظف تحس حالك فاميلي انت وياهم.